إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي تحية طيبة لكم مفعمة بالمحبة لكل متابعي البث المباشر الذين يعني يدائبون على متابعة هذا البث انطلق من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع وطبيعة الحال على الساعة أو ابتداء من الساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش إذا لا داعي أن أذكر بأن البث المباشر أو طرح الأسئلة يعني انطلاقا من على الرابط live.eachprofessional.com هو الرابط الذي يظهر على الشاشة حيث يمكنكم بطبيعة الحال الدخول إلى هذا الرابط وطرح أسئلتكم في نافذة تعليقات فيسبوك التي ستجدونها في أسفل هذه الصفحة أذكر دائما على أن الأسئلة التي تطرح على الشات في اليوتيوب لا يتم الإجابة عليها وبالتالي فالإجابة فقط تطرح أو الإجابة على الأسئلة فقط يعني يتم الإجابة عليها انطلاقا من على رابط البدء المباشر بروفاشنال اذا نبدا على بركه الله باول سؤال ياتينا من عند الاخ كورت يقول أه شي سيت ديال التشارجمون ديال الارشيف ولا اي حاجه نقدروا القوى في انترنت اشتيتي تراك ولكن من تتشارجي لو ديال ان سيت ويب اتش تراك نكتب لك الرابط او اكتب لك بطبيعه الحال اسم البرنامج مباشره يعني في الشات على اليوتيوب امر الى سؤالك الثاني السؤال الثاني يقول واش كاينه شي طريقه نجبدو بها نيم فوتو اورير بسميه نيم فوتو نيم فو نيمفو وغير بسمية السؤال الثاني ديالك اخي راني ما فهمتوش غندوزو السي ادريسي كيقول السلام خويا امين شنو شنو ما المشاكل اللي ممكن يوقعوا للحاسوب مكتبي الا خدتو خدام بلا ما علما انه بارد من ناحيه الحراره ما غيوقع حتى شي مشكل لان المشكل الوحيد اللي ممكن يوقع في هذه الحاله هذه هو ارتفاع درجة الحرارة وهذا هو المشكل اللي كيعانيو منو منه لي يعني إلى لاحظتي معايا غرفة الخوادم ديما كتكون واحد الغرفة اللي هي خاصة عندها واحد تبري عندها واحد تهوية معينة فطبيعة الحال إلى قدرتي توفر ظروف تهوية جيدة بالنسبة لهذا الحاسوب فما غيوقع عليه حتى شي حاجة إلى خدمتي حاسوب عادي 24 ساعة على 24 ساعة ما غيوقع عليه والو ولكن كنأكد دائما على مس جوج مسائل مساله التهويه ومساله ان المكان الذي يجب ان يوضع فيه هذا الحاسوب يجب ان لا يكون مكان به الغبار دون الحديث عن الرطوبه اذا نمشيو السؤال ديال آه الولد الجميل آه كيقول سام خويا امين واش يمكن ندير جوجل فوتو كوم كلاود باك اب الان في ار سون باسي باغ قلبت على لي دوني اف تي بي جوجل فوتو مي ما لقيتش يمكن ندير جوجل فوتو كوم كلاود باك اب لا ما يمكنش ليك اخويا اه الطريقه الا كنت انت باغي دير اه زعما باك اب التصاور ديالك بشي ابلكاسيون فهنا اخويا كنصحك بواحد اه الجهاز كيتسمى اه دبليو في دي كلاود هو الثمن ديالو تقريبا ما كيفوتش رخاص يعني تقريبا كيدير شي 1000 درهم 1200 1300 وهذا الجهاز فيه واحد الحاجه زوينه بزاف هذا الكلاود كديرو تتكونيكتي مع الروتور ديالك ديريكتومون تيكون ب ار جي 45 تكون قريب من الروتور كيتحط في البلاصه اللي فيها الروتور وفيه واحد لابليكاسيون اللي كدير لك سانكرونيزاسيون دي بحال كلاود فوتو وكتقدر انه انطلاقا من المنصه ديالهم تدخل لهذاك السيرفر ديالك ودخل للصور ديالك يعني في اي وقت بغيتي طبيعه الحال كاين بزاف ديال المساحه اللي ممكن انك تشري كاينه يعني دو تيرا وي تيرا على حساب انت الحاجيات اللي عندك كنعتقد اعتقد غير دو تيرا كافيه لانني يعني انا تقديته انطلاقا من سنه 2015 وباقي حتى دابا باقي خدام به وباقي ما عمر سو so, السي صابر كيقول سام خويا امين صافا عافاك اخويا عندي واحد راس المال ديال 80000 درهم وبغيت نستثمرو مي ما عرفتش فين وبيت اه اينا طريقه الى عندك شي فكره فين نقدر نستثمر هذا المبلغ غنكون ممتن لك اخويا خويا هذا المبلغ اللي عندك هو مبلغ اللي هو مهم جدا للاستثمار ديالو تخص اه نقول لك اي مجال تخدم فيه فهو بطبيعه الحال خاص واحد الدراسه لهذا المشروع وخاص واحد المواكبه لهذا المشروع سي صابر كنصحك بواحد القضيه اللي هي مهمه بزاف وهي انك آه ما ان تحجز سي موعد اه في المكتب هنايا ونطلقوا وغادي نوريك ان شاء الله شنو غدير بهذيك 80000 درهم وكيفاش تقدر تطور هذيك 80 1000 درهم ديالك لان مساله 80000 درهم واحد المبلغ اللي كبير بزاف ما كاين ما يمكنش ليا نعطيك اجابه هكذا است يعني ارتجاليه او استعجاليه في بث مباشر ولكن طبعا الحال ما عندي يعني حتى شي مشكل لو بغيتينا نعطيك بعض الافكار لانه 80000 درهم تقدر تكفيك في مجموعه من المجالات منهم الدروب تقدر دير دروب شيبين ب 80000 درهم 80000 درهم ها هي هذيك اه سو كيقول السلام خويا امين عفاك اشرح لينا ذاك الموقع تاع ديمس الملكيه الحقوق في شي فيديو راه كان يعني بزاف الاخوان ما عارفينش عليه وخاص توضيح اكثر DMCA هي عباره على واحد الانجنسي اللي كتكفل في كل ما له علاقه بحقوق الملكيه الفكريه فمثلا جوجل كشركه كتعامل معها فمثلا لو وقع يعني شي واحد الى انتهك الحقوق الملكيه الفكريه ديالك تيمكن لك انك تمشي للموقع ديال دي سي اي وترفع عليه واحد الدعوه قضائيه بطبيعه الحال ما كتكونش بالمجان و يعني كتقدر انه انطلاقا هذه الوكاله هذه هي كتكفل لك باطاحه بهذا الفيديو هذا ملي كنهضروا على الدي من غير الوكاله فمثلا في جوجل كتمحك الدي ام سي اي فابور فيما يخص المنصه ديالها فيما يخص المنتجات ديالها يعني مثلا في بلوغر مثلا في يوتيوب يعني ممكن انك ترفع واحد الدي ام سي اي او واحد الشكايه بالمجان ولكن إذا كان مثلا شي موقع مثلا هز لك فيديو ديالك وحطه في هذاك الموقع فتيمكن لك بطبيعه الحال لانه هذا الموقع ماشي تابع لشركه جوجل فتيمكن لك انطلاقا من هذه الوكاله هذه اللي هي دي ام سي اي انك ترفع هذ يعني هذه هذ الشكايه هذه وبطبيعه الحال الوكاله كتكفل بالاطاحه بهذاك الموضوع او بهذاك يعني بهذاك المنتوج او لا شوف شنو شنو حاطين سو هذا بالنسبه للسؤال ديالك بطبيعه الحال كاين اللي غيسولني ويقول لي ولكن كيفاش كيديروا هذه المساله هذه هما بطبيعه الحال كيرفعوا دعوى قضائيه او تيصفطوا واحد التحذير لمالك هذاك الموقع باش يحيد هذاك الكونتوني إلى ما بغاش كيرفعوا للشركه الاستضافه إلى شركه الاستضافه ما دارتش معاهم شي حل كيقدر يطيح يعني الشركه اللي شركه الاستضافه شاده من عندها ف يعني في نهايه الموضوع المطاف راه كيتحيد هذاك الشيء كيتحيد لانه غالبا مالك الموقع ما كيبغيش يطيح في هذه المشاكل حيت الا ما حيدوش الاستضافه ديالو غادي تسد نمشي للسي عثمان كيقول السلام اخويا المهم الا كنتو محتاجين شي حلقه توضيحيه اكثر حول لي زيتاب وحول كيفاش ممكن تدار هاد دي ام سي كومبلان فما عندي حتى شي اشكال ممكن اننا نديروا حلقه خاصه بهذا الموضوع نمشي للسي عثمان لطفي كيقول سلام خويا امين عندي واحد السؤال بسيط واش الوصف الكلمات الدلاليه كافيين باش تجيب مشاهدات وتكبر القناه ديالك؟ آه الكلمات الدلاليه مهمين، العنوان مهم آه بطبيعه الحال، والديسكريبشن كذلك يكون فيها كلمات دلاليه مهمه، آه وكذلك التامبنايل او الصوره اللي كتدير في الفيديو كذلك. خاصها تكون كاتشي يعني تكون كتجلب الانظار كت 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 تثير الفضول الناس باش يشوفوا هذيك لا فيديو كاين الناس اللي غايقولوا لي وا سي انت هادشي ما كديروش بطبيعه الحال لانه ما عنديش انا هدف باش ندير لك التصويره ديال باش انت تجي تشوف الفيديو ديالك تجي تشوف مرحبا تجي تشوف لا, لا تشوفوا هذا العام ولا لا مش. <تصفيق> <تصفيق> وانا تنقول لك اخويا بالنسبه للناس اللي كيديروا الفيرا لي لي الفيرال فيرا تيديروا الفيرال خصك تهتم بالعنوان خصك تهتم بالتامبل نايل هذه اكثر حاجه باش تجيب مشاهدات داك الشيء علاش كتلقى يوميات دابا كيوريونا الثلاجات كتلقى تفوكس لك على الثلاجه اللي عندها باش تقول لك رانا غادي تمتع عليا مع راسك في هذه الفيديوهات فقد ما لقيتي ورا لا رديتي البال قد ما كانت السيده مثلا شي سيده اللي هي محتجبه آه فهمتي هذا ما كديرش ما كتبينش الثلاجه ديالها فهاد السيده بطبيعه الحال غتلاحظ ما كتجيبش الفيديوهات انا يعني شفت شي فيديوهات مؤخرا تصدمت بهم غير هاد السبت هذا واحد النسيب عندي جا قال لي انت شوف هاد الناس فين وصلوا شي ثلاجات يا سلام شي ثلاجات بطبيعه فك... <applause> الحال هاد السيده قسم بالله الى لاشين ديالها رمات فيهم ثلاثه ديال الفيديو ثلاثه ثلاثه بالحساب ثلاثه ولا مع اربعه تبارك الله داكشي ديال المشاهدات ليه ليه؟ موصل اللي وصلت ليه ما وصلليش راه غير امين اللي كي كيتقاتل معاكم 10 سنين هادي ولا 11 عام هادي وهذا الشيء اللي كاين اخويا باش تقدر انك تجيب مشاهدات كل على الثلاجه تكون شي حاجه و... و... وير بول ما تحاولش تجيب لنا اي ثلاجه لا لا والله الا بصح كنهضر معاك اخاي كيما قلت لي <applause> الله يلا والله الا والله الا دابا المهم المهم شوف اخويا كي قلت لك خاص التصوير هذاك الشيء قلت لك في الاول هو هذاك راه دابا هذه القضيه ديال الثلاجه غير للدعابه ولكن هو واقع بطبيعه الحال ما يمكنش اننا ننفيو آه وتقدر تكبر القناه فقط بالسيو بدون ترافيك مدفوع عندي واحد السؤال السيو أه كما قلت لك السيو كيلعب دائما على العنوان السيو في اليوتيوب تيلعب على العنوان تيلعب على, على الميتا تاغس تيلعب على الديسكريبشن هذا الشيء علاش كاين السيو كيفاش هادوك صحاب القنوات الكبرى اللي كيديروا كره القدم ما كيجيوهمش حقوق الطبع والنشر وانت غير داير شي حاجه إيه يهودوا عليكم ومن الافضل ادسنس بارتنرشيب بالنسبه الى كنت نستهدف الان امريكا مثلا وبارتنرشيب مزيانه أه لابد بغيتي دير بارتنرشيب راه احسن من ادسنس عادي هذا بطبيعه الحال لانك تتحكم في المعلنين اكثر لكن في مساله آه يعني قضيه الحقوق في اليوتيوب هذوك الناس اخي ماشي انهم عندهم قناه كبيره انهم لانه يقدروا يكونوا مشاريع الحقوق انت ما عرفتيش هذيك القناه كيفاش كتخدم كانوا شاريين الحقوق راه هضره اخرى إذا إيه كانوا هاد الناس ماشارينش الحقوق غير لان الناس ما كيرفعوش عليهم دعاوى لانه ما يعني مثلا إلى شاد هو من البين سبور البين سبور ما ما كديرش عليه دي ام سي ايه كومبلينت حيت إذا دارتها مليون في المية غادي تسد هذاك الفيديو فماشي قديت انه قناه كبيره صافي راها ما يمكنش ان يوتيوب تقرب لها او هذا هذه المساله راه ما كايناش واخا بعض المرات راه تيكونوا انفلاتات من عند يوتيوب هذه المساله عشناها يعني صراحه يعني اكثر من مره الحمد لله مؤخرا ما بقيناش كنعيشوها كما كنا في الاول ولكن هذا يعني هذه المساله هذه ما يمكنش اننا نعمموها الاسباب اللي قلت لك سي يقول كيقول لماذا نستعمل في بي ان مدفوع لاخفاء هويتنا على الانترنت طالما هناك متصفح طور يفي بالغرض والذي يضمن لك السريه التامه في تصفحك الفي بي ان طور اخي الكريم طور اخي الكريم هو يقوم فقط بتشفير المحتوى الذي تتصفحه عندما تتصفح عن طريق متصفحهم فقط ولكن عندما ستستخدم مثلا متصفح اخر غير طور فهو لن يشفر نفترض انه في الحاسوب تستخدم تطبيقات كذلك تتصل بالانترنت هذه البيانات لن تكون مشفره البيانات التي ستضمن انها مشفره هي البيانات التي ستمر فقط عبر متصفحته أما غير ذلك من البيانات لن يتم تشفيرها لكن مع بي VPN فعندما تقوم بتفعيله فجميع الترافيك جميع البيانات يتم يعني عمل لها تشفير بما فيها يعني سكايب بما فيه لا اعلم يعني التطبيقات التي تشتغلها فكل التطبيقات سيتم تشفيرها سؤال جميل جدا منك اخي اخي مريد ومنطقي جدا. للإشارة صديقي مريد أن يمكنك أن تصنع جهاز يمكنك من التخفي على الأنترنت، سبق لي وطرحت هذا الموضوع، ويكون ذلك عن طريق جهاز راسبيري حيث يمكنك أن تثبت عليه شبكة طور أو في بي إن، ليس في بي إن، المهم يعني شبكة طور خاصة بك، والترافيك الشبكة ككل، يعني الحاسوب، الهواتف، يعني يعني الترافيك المنزل ككل او الشركه ككل يتم المرور عبر هذا الجهاز الذي صنعناه قبل ان يذهب الى الروتر وبالتالي تضمن ان هذا الترافيك هو مشفر. اذا سؤالك الثاني يقول يقولون انه عندما تستعمل متصفح طور للولوج الى الديب ويب تكون معرض لخطر الاختراق كيف ذلك وهويته مخفيه عليه. وما هي التقنيات التي يستعملها هذا المتصفح ليخفي هويتك لدرجه ان الشرطه التقنيه في جميع انحاء العالم يصعب عليها تتبع تتبعك لهذه الدرجه. نعم صديقي بالنسبه لشقك الاخير من السؤال فقد سبق لي واجبت عليه في حلقه خاصه ادعوك لان تراجعه. لكن فيما يخص السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال الاول وهو كذلك وجيه جدا وهو يعني كيف لي انه يتم اختراقي عندما استخدم شبكه تور وانا يعني الهويه هي يعني مخفيه سؤال وجيه جيد اسئله جميله جدا فكيف يتم اختراقك هي عمليه الاختراق تكون عن طريق انه عندما يعني تدخل الى هذه المنتديات، منتديات الاختراق، او عندما تدخل مثلا من اجل القيام بجريمه معينه، لانه في النهايه هذه عباره عن جرائم، عندما تزور باسبور، او عندما يعني تريد الحصول على باسبور مزور، او هويه مزوره هذه جريمه، او عندما تود مثلا ان تتعلم طريقه معينه في الاختراق على الديب فهذه جريمه. فعندما تود بالقيام بنشاط غير اخلاقي في الديب ويب نفترض على سبيل المثال انك تود القيام بصناعه هويه مشفره او هويه يعني تريد يعني او اشتريت مثلا او تود الحصول على هويه مزوره قمت بالتعامل مع البائع فالبائع ارسل لك الهويه المزوره من اين ستحمل هذه الهويه المزوره فاما انك ستحملها من على شبكه الطور او ستحملها من الخارج انا سأعطيك اقصى درجة الامان ستحملها من داخل شبكة الطور إذن ستحملها في حاسوبك ستقوم بفتح هذا الملف من ضمن لك ان هذا الملف يعني هو ليس برنامج اختراق لأنه ممكن أن يتم يعني انطلاقا من استخدام صور اختراق حاسوبك من الصور من صورة يتم اختراق حاسوبك أو من برامج مثلا قمت بتحميل برامج سيتم اختراقك إذا طريقة الاختراق في الحقيقة هي ليست عن طريق التصفح في حد ذاته ولكن عن طريق الدخول إلى روابط خارجية قد تتضمن ثغرات امنيه مثلا في المتصفح يجب ان نعلم انه يمكن الاختراق فقط عن طريق مثلا المتصفح يعني تنقر على الرابط خلاص يتم اختراقك لان تكون تغرف في المتصفح تتمكن من تحميل تروجان او باكدور وبالتالي يتم اختراقك او مثلا انطلاقا من تحميل برامج معينه كما سبق لي وشرحت لك وهكذا يتم اختراقك داخل شبكه او هذه الشبكه المخفية سنمر إلى جوكو يقول سلام مستر أمين بغيت نبدأ ديجيتال برودكت نجمع فيه فلوس باش نبدأ دروب واش حتى لي بيب في لي سيت نشري بلايص فيهم ولا نخدم فيسبوك اد و آه انستا تقدر تخدم بهذه الطريقه تقدر تقدر تشري ترافيك سي تقدر تشري ترافيك يعني تاع المساله هذه ممكن تخدم عليها صديقي انا كنقرا بالدابا الام سي اس ا بغيت شي سيت اللي كيحطوا فيه لي تيست نوجد ليكزام ما كرش يكون فيه كل شيء خويا في اللايف ما كنعطيش يعني ان ممكن انك تقلب عليه غير في جوجل راه غادي تلقاه يعني. تحميل انا غادي تلقاه انا خويا في اللايف الهدف الرئيسي ديالي هو انني كنجاوب على المشاكل ديال الناس اللي عندك شي مشكله اخويا بغيت نتيلي شارجيه الويندوز وهذا عطيني اليا خويا شي كورس اليا ها. هذا الشيء يا ما كنجاوبش عليه في اللايف وهذه قاعده كيعرفوها جميع الاخوه شي مشكل شي تساؤل شي توضيح مرحبا بك أه سلام خويا امين نتمنى تكون باحسن الاحوال هذا سؤال الاخ عبد الجليل أه الله يحفظك يا حبيبي واش يمكن لي نشري من الي بكارت بايونير اه ممكن ممكن حتى اللي كتمنعك ولكن السي عبد الجليل عبد الجليل اللي كيمنعك هو انك تطرح عليا اكثر من سؤالين لانني كنشوف هنا عندك بزاف ديال الاسئله واش يمكن نفعل باي بال بكارت بايونير ايه ممكن تفعل باي بال ديالك بكارت بايونير ولكن هناك واحد الطريقه خاصه شنو هي الطريقه الخاصه سي امين ما يمكنش ليا نقولها لك لايف أه خي امين لدي جوج الاسئله خفا زربان مرحبا بك واش كاينه شي خطوره على حساب باي... واش شي واحد شرح بايونير هذا النهار كلشي تيسول بايونير شي واحد شرح بايونير كاين شي ش... كاين شي حاجه في بايونير هذا النهار عندكم لاش... شي فكره الخوت شفت لي هذا النهار تيسولوني الناس على باينا بزاف تيكون شي شرح تقني دايز شي قند <applause> كيجيو الاسئله بزاف طال راه دايز كاينه شي حاجه لا حيت كان واحد خونا شي ما كيطلق شي طلقات في واحد تيدار التقنيه كان غير تيجيو بداو يسولوا هذا كنعرف هذاك خونا راه ماشي حلقه <applause> المهم كاين شي شروحات على بايونير هاد الايامات المهم كاينه شي حاجه بزاف هاو كاع هادوك بايونير ما يمكنش الو نمشي المهم سؤال واش كاينه شي خطوره على حساب بايونير ديالي مع كندير ديال طريقه الدفع باي بال جوجل تيصيفطوا ليا 3 دولار واش انا مهدد في المستقبل ولا دابا نيت الى انتهى صلاحيه البطاقه في بايونير واش يمكن لي يرسلوا ليا وحده فابور بلا ما نخلص وشكرا جزيلا اه تيصيفطوا لك هما عاده وحده فابور الريبليس كيصيفطوها فابور ياك لا تيصيفطوها ب 20 دولار 40 اه حيت انا شحال هذه ما بقيت ف... 40 دولار لا انا صيفطوا الريبليس ريبليز فابور الشهري وعلى هاد الجداد هادو آه امتى خديتهم راه مؤخرا ر... لا الريبليس حتى هادو واش وصيفطهم ليا فابور ايه ولكن تقطعوها من بعد مازلت عاودت تباش غيقطعوها آه اخر العام اخر العام ما يمكنش المهم انا صيفطوا لي هادو فابور ما خلصت والو المهم كنشوف في الريبليز كاين جوج د الحوايج كاين 50 دولار كيصيفطوها لك عن طريق الدي اش ال هذيك كتوصلك في 5 ايام

ولا كان حنا حنا تنضروا على لاكار مارك سيتا السنوي لا تنديبوا <applause> عليه هو فوالا فر... دابا حيت هو هذا الشيء اللي بغيت نتاكد ما تنهضرش على الناس اللي كيتسجلوا خصو يضمون دي كارطا هذوك ما تنهضروش عليهم انا اللي دلتع... كنهضروا انه سالات مده الصلاحيه عندك جوج الحوايج كنتي زربا من بلا كارط كتصيفطوها في خمس ايام عن طريق دي اش ال 50 دولار كانت اه... ريبليس عاديه بغيتي عاديه كيصيفطوها لك فابور اه... اذا حسام هاي سير أمين، دو يو هاف اني ادفايس advice for 20 years old guy and what you think of being 20? The same equation I've answered uh, the last week. غاتمشي غادي تشوف راه كيهزوا الدراري المقاطع شوف غير قلب دير غير راغب امين هاد هاد السيمانه هادي راه غتلقى شي مقاطع ودخل وشوف حيت راه نفس السؤال اخويا حسام جاوبت عليه الاسبوع الماضي السيد قال لي عنده 23 سنه وراه يمكن شفت شي فيديو ديال شي واحد قاطعه وحطو فلاشين ديالو ممكن انك ترجع ليه الوغ ان دوزو السؤال الاخر كيقول خويا امين السلام عليكم وعليكم السلام سي محمد ممكن تقترح علي هاتف اندرويد اللي يتعدى 2000 درهم دو شاشه سوبر اموليد كاين واحد عندنا ب 3000 درهم هو الا 5 اف 5 2000 درهم ما عنديش فكره صراحه حيت ما يمكنش لي نعرف انا جميع الهواتف اللي موجوده في الاسواق ولكن يا صديقي 2000 درهم اعتقد 3000 درهم اشتراه الاخ بـ آه a 5 ولكن 3000 درهم هي نوعا ما تشرا من متجر معروف غتلقاها بقل من 3000 درهم هو الاي 5 ما انا في المتاجر الاخرى العاديه شحال داير ما غيكون قل من 3000 درهم أه سلام خويا امين أه كيف الاحوال هذا السي ايمان انا واي بغيت نسولك على ود البيسي عندي سلاو في الاقلاع المهم كيتعطل بزاف وعندي ويندوز 10 البيسي ديالي ازيس جي فور سؤال ثاني شوف البيسي ديالك ثقيل في الاقلاع كاين بزاف الاحتماليات واش عندك شي برامج كتقلع مع الويندوز اذا كان تاخي تيخصك اخويا أه فنتر اير أه ثم دير ام اس كونفيك ستارت وحيد لي هذوك البروغرام اللي تيطلعوا لك مع الويندوز وعاود تقول لي شنو كاين السؤال أه الثاني واش ضروري ما تلوح بزاف الفيديوهات باش تطلع اه يوتيوب شانل لا تيخصك المحتوى يكون مخدوم مزيان إذا كان المحتوى مخدوم مزيان راه تيجيب ترافيك واخا راه رميتي بزاف والمحتوى عيان راه ما غيجيبش لك ترافيك أه السي ابراهيم كيقول سلام خويا امين البارح طاحت عليا واحد الفكره مع الربعه ديال الصباح قلت مع راسي ممكن ندير وورد uh, ليست ونخمن بها تعبئات ديال 14 رقم ديال ايام واش كاينه شي طريقه بها غير طريقه اليدويه uh, خويا هذه المساله ممكنه ولكن خصك تطيح فواحد الالغوريثم اللي كيدير هذه المساله هذه باش تقدر تطيح في هاد هاد لان هاد الكود خصهم يكونوا فاليد وما عندكش شي طريقه باش تجربهم لان الطريقه باش غتجربهم غيتشارجا سو so, uh, خاص انا من اللي كيدير هذه المساله وكانت اتصالات المغرب كانت ضحيه هاد هاد الهجمه هادي كون ان شي واحد كان طاح على الالغوريثم باش كيتولدوا لي كارت ديالهم وولد دي كارت كان تيبيعهم في السوق السوداء الا كنتو عقلتوا ان واحد الوقيته كانوا كيشريو الناس لي كارت وكيلقاوهم ديجا مستهلكين هذا ا 5 ياك ا 50 ا 50 اخي الكريم ماشي ا 50 ا 50 ماشي ا 5 نمشيو نمشي للسؤال ديال الاخ عبدو يقول هلو اي ام نيو تو ذا وورلد اوف فريلانس اند اي نيد تيبس اند جايدنس اون هاو تو جيت بزنس اند كيفاش نبدي فريلانس صديقي عبدو اخي هذا السؤال راه جاوبت عليه البارح ترجع معايا اللايف ديال البارح راني جاوبت على ذا سيم كويشن فوالا واش الا دخلت الادوبي بلس الكراك واش يقدر يوقع لينا شي مشكل في البيسي ما شوف الكراك ما عنده حتى شي مشكل مع البيسي الا كان الكراك كلين أما إلا كان الكراك في شي فيروس ولا تروجان ولا هذا تقدر توقع في مشاكل اذا كان كلين راه ما عنده حتى شي مشكل مساء الخير اخي أمين، هذا سؤال الاخ احمد لو سمحت ما هو افضل محاكي للاندرويد ويكون خفيف ومناسب للاجهزه الضعيفه صديقي بلوستاك في اعتقادي هو افضلهم هناك من يعاني الكثير من المشاكل مع البلوستاك ولكن انا شخصيا يعني صراحه انا لا استخدم محاكي بشكل كبير ولكن اعتقد ان البلوستاك هو افضلهم مهدي سلام خويا امين عندي واحد البيسي دل اه دل فيه واحد المشكل ملي كان اكتيفي الويفي كيولي البيسي مودون في وخاصني حتى نديزاكتيفي عاد يشعل البيسي هذا شي مشكل غالبا غادي تكون عنده علاقه عندك شي شي فيروس اخويا في البيسي سواء اللي غادي دير لي اخويا غادي تانصال لي السيم هدي مالوير بايت دابا وغادي تسكاني البيسي وغادي تقول لي شنو كاين واش لقى عندك شي خمله ولا لا محمد نوتي يقول سلام خويا من شنو هو احسن هاتف نظرك شاومي ولا شي حاجه ما تفوتش 200 دولار بغيتك حتى أه حتى انت تدعي في داك ترامب الله ياخذ فيه الحق وقت ما رشقات ليه تيرون لينا المارشي ديال الفوركس ترمن هو مرون

أه ما غاديش نكسر بعض شي حوايج باش نتحفظوا على السريه ديال شنو واقع ولكن راه خصكم تعرفوا الخوت ان راه في مارشي هادو معلومات دياولي من المصادر دياولي راه شركات كبار هنا في المغرب كاع ما تقولوا يديروا هاد الفعله وكيضيقوا الخناق على الشاومي اللي كاينه هنا في المغرب تنقول لكم هادو المصادر الخاصه ومصادر موثوقه مليون في المئه بلا ما باش ما ما نحقيش نذكر لي مارك شنو اللي شكون اللي كيديروا كي هذا دي مارك لي كبار في المغرب وكيضيقوا الخناق على شركه شاومي بواحد الطرق معينه بحال مثلا الخبر اللي سمعتو هو هواتف كتدخل بالتهريب يعني كيحاولوا يديروا بغاو يديروا الافلاس الشاومي في المغرب علاش لان هاد الشركات عارفين ان شاومي غادي 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 غادي, غادي في السوق سو so, uh, ملي كتولي كتشوف شركات كبار كيتبرهشوا حيت هذا الصراحة. صراحه كيتبرهشوا عرف بما ان هذه الشركه هذه راه من الشركات الرائده اه so اه عندك 200 دولار كاين اخويا واحد الجروب ديال شاومي في ف ف صراحه خصهم يخلصونا حنا نديرو لهم كاين واحد الجروب ديال شاومي في فيسبوك ماروك شاومي ماروك يمكن دخل لها خاي وسول وراه ما شنو كاين حيث انا ما يمكنش لي نعرفك 200 دولار اش غتجيب ليك بالضبط فهمتي انا اللي نقدر نقول لك اخويا شاومي راه مزيانه شنو احسن بي سي ب 500 دولار اند وي لاف يو برو 500 دولار اخويا تقدر تشري بي سي من ا دولار دولار ا ا مزيان ا دولار تقدر <applause> دولار لك ا ا ا ا ا هذاك ا ا ا لابتوب لابتوب أدك... أدك اللي 5 5 تقدر تجيب اي 7 5 اي 7 5 جينيراسيون ياك آه فيه واحد 256 اس اس دي وهذا ممكن تجيبو بهذيك 500 دولار يعني آه خمس... قل من 5000 5000 درهم قل من 5000 درهم تجيبو قل من 5000 درهم سلام خويا امين كيفاش نقدر نبدل الهوستين اللي دايروا للسيت بلا ما مي... يتقلع إيه لي السيت ونعاودو من الاول هنا خويا خاصك هنا هذا تسمى اش كتسمي هذيك الميغراسيون يعني خصك تعلم الميغراسيون اخويا من الهوستين لهوستين هذا خاصك دير يوتيوب وتقلب وتقرا كيفاش التقنيه كتسمى لا ميغراسيون يعني كتميغري ان سيت من سيت من هوست لهوست خويا راه غير شنو الحل حتى ملي تتميغري ان سيت ويب خصك تميغري الباس دوني وتميغري كاين بزاف الحوايج عاد اللي فيشي هذا لهذا فهو حيت هو راه كيدار كا اوفر كوفر ترافاي كابوست فريلانس ميغراسيون يعني من هنا لهنا ولا تقدر حتى دير ميغراسيون من, من وورد بريس للدروب بال ولا دير من هنا لهنا سو so, المساله خويا از نات ايزي از سيم تو خويا شنو الحل عندي هذا السي عصام كيقول كي خويا راه غير شنو الحل عندي واحد البيسي سي منين كانت فيه كيشعل ومنين كنشعل الله خويا لا عيان وما عنديش كانال لهذا النوع من الاسئله الله يرضى عليك واش لا فاك ديال السيونس عندها افاق فاك فلانفورماتيك خصك تقرا راسك اخويا خصك تقرا لا فاك بوحدها ما 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 ماشي ما كان ماشي حنا 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 كنديرو دي كونفيرونس بزاف ديال الجامعات في المغرب درت فيهم دي كونفيرونس كنهضر مع الطلبة لا النيفو ما ماشي زعما شي شي حاجة صحوة. خصنا 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 خصك اخويا التعلم الذاتي لوطو فورماسيون سي ان سلام خويا امين حفظك الله أريد, اريد اريد ان انشئ مدونة فيرال تخص مادة الرياضيات فيرال في الرياضيات كيفاش غدير شاهد فضيحة الصفر والله <applause> زوينة عندك هادي شاهد شاهد فضيحة الصفر والواحد شاهد ماذا <applause> لا الفيرال الفيرال لا خويا مايمكنش ديرو في الرياضيات يمكن انت موهوب هذا شيء علمي مسكين شي علمي <applause> لا أخويا الرياضيات مايمكنش دير منه فيرال حيت الفيرال هو شي حاجة اللي هي اتراكتيف ملي كنهضروا مثلا على الثلاجات المغربية هذه شي حاجة اتراكتيف الناس يبغيو يدخلوا يشوفوا الثلاجات يعرفوا شنو كاين في الثلاجه الرياضيات شو بغيتي تقول لهم <applause> واش فهمتيني دوك المواضيع شاهد فضيحه لاله حدا مع لاله نعيمه الناس بغاو يشوفوا لاله حدا اش دارت مع لاله نعيمه غير يدخلوا هذا فيرال ولكن الرياضيات خو... شاهد فضيحه الخوارزمي ما, ما فهمتش انا <applause> ما عندها ما, ما... ما عندها حتى علاقه اخويا ما يمكنش الفيرال اخصف. انت ما, ما عندكش الكونسيبت الفيرال ما فاهمش الفيرال مزيان الفيرال هو اي حاجه اللي كتكون دابا مثلا ملي كتقول ولد فيرال دابا غادير ولد الكريه غيدخلوا الناس يشوفوا ولد الكريه واش فهمتي اش بغيت نقول لك شي حاجه اللي الناس م... مثلا بحال رئيس الحكومه ملي سلم على السي بوتين خرج فرحان هذيك فيرال دازت واحد الايام دابا ما ميسره الناس كانوا فيها الخبز so, هذا هو الفيرال اخويا ما الرياضيات لا يمكن ان يكون فيرال لا ي... لا يص... <applause> ما رأيكم اخويا اخي من في التطبيقات التي تعيد صياغه المقالات الحصريه لا انصحك اخي افضل طريقه هو اعاده كتابتها أه خويا امين قلتي باغي شي مدون انا في كازا خويا عندنا المدونين دابا دابا ما خصنا شي واحد بارك الله فيك شكرا أه وخويا أه طلبات الخدمه كيمشيو تتصيفط ايميل حنا هنا انا, أنا امين الرغيب والبرنامج ديالي هو برنامج الاجابه على الاسئله ما ماشي تندير ريكروتمون هنا ولا وهادي وهادي كاع جميع الاخوه معايا عندك معايا شي خدمه راه الخدمه بوحدة ما تاش يجي تيخلي الخدمه وتيجي يسولني في الاس يا امير راه داكشي اللي كنتي قلت لنا راه خدامين فيه واخويا صيفطها في ايميل تقولها لي انا لايف هذاك الكرار راه صافي راه تيسر معاه داكشي جي تقولها لي لايف دير لي البوق امير خاي امير لي باي بال اليوم شي 10 كونت مشاو في ساعه ايوا راه عاقوا بك 10 كونت اخويا ديال باي بال راه الليغل راه باينه السلام خويا امين هذا السي جمال كيقول سلام شكرا بزاف هذاك الشيء اللي كتفيدنا مرحبا مرحبا خويا مرحبا 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 آه اللي كتفيدنا بي ولا عافاك بغيت نسولك بخصوص المجال السقية واش الا كنتي عارف البوليسي ديال فيسبوك از وكتعرف تخدم فيسبوك از واش مزيان نديرو لي زوفر ديال السي بي اي زعما واش هو احسن بلاصه تشري الترافيك بلي زوبري سي بي شوف اخويا تيبقى فيسبوك هو احسن بلاصه ولكن ماشي هو اللي كاين أه كاين بزاف ديال الطرق اللي دي تقدر تشد ادورد راه تشري به الترافيك غير هو خصك تعرف ان فيسبوك مع لي زوخ سي بي راه ماشي طوليرون أه باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه أه شكرا اخي مرحبا اخويا الترافيك راه ما تمشي فيسبوك اه فيسبوك هو افضل ذا بيست ما, ما كاينش ما يجيك شي واحد يقول لك راه كاين شي حاجه احسن من فيسبوك فيسبوك تيبقى هو الواع ولكن لانه لي رولز ديال فيسبوك كتبدل وبزاف ديال التخربيق وفيسبوك دابا تتسد كما قال لا تطرشق لها كتبقى تسد على عباد الله تجاه حق الشرطه هي ف ف ففففف... ف سي بي اي هي اصلا ما ني با سي بي ايه الناس خربوها في 2012 مع فيسبوك هادي مساله أه مساله اخرى بالنسبه للطرف كما قلت لك راه ما كاينش هي راه كاين أه بروبر ادز كاين وورد كاين بزاف أه ايميل ماركتين حتى هو تقدر دي سيرفيس الايميل تشري من عندهم ترافيك بزاف طيب صافي خويا امين انا عندي سؤالين أو اولا عندي حاسوب اتش بي برو بوك 450 جي 4 اي 5 7 جينيريشن ران 8 جيجا والمشكله هي يعني عندما اشغله في 10 دقائق الاولى يكون الحاسوب متشنج ولا يمكن فتح اي تطبيق خي تاكد انه لا يوجد عندك فيروس محمد قم بتثبيت افاس عمل سكان ومالوير بايت كذلك اما بالنسبه للسؤال الثاني هو, هو ما لي الاحسن على التصميم جمله او ووردبريس بريس أه بريس صديقي جمله ما بقاوش يخدموا به بزاف مشات هي جمله مشات عقلتي على ايامات في بي بيلد بي. اه في بي اه كنت جامل فيبي بي اه مات لها الحوت وعرفتي شحال هذه ما سمعت جمله انا بعدا أه الغريب دريس السلام عليكم أمينة اول شكرك بزاف على المعلومات اللي كتشارك معنا مرحبا الله يجازيك انا يلا ساليت من الجامعه فقدير دابا بغيت نبدا وتلفت ما عرفت واش نراجع للكونكورات ديال الوظائف بحال التعليم ولا ندخل لعالم الويب ونتعلم ونقرا ولكن خاصني راس المال حاولت نخدم فقدير نجمع راس المال ولكن والو خويا الله كنجيب تعادل ديال المعيشه والكرا خويا أمينة في عمري 23 سنه عطاني الراي ديالك الله يجازيك بخير خويا دفع الكونكورات ديال التعليم وخدم حتى في الويب ممكن ديرهم بجوج اخي ما تيبانش لي انه كاين اشكال باش انك تخدم فيهم بجوج ولكن اخويا انا واحد الحاجه اللي كت... اللي كتعجبني هو انه الناس بنادم اللي بغي يدير راس المال ما تحاولش انك ديرهم واحد الخدمه اللي هي تقليديه وتصرفوا في الانترنت آه لانك تدير واحد المجهود بزاف بدني باش تجمع هذوك الفلوس وكتحطهم في الانترنت وتقدر تخسرهم ولكن ملي كتجمع لي راس المال من الانترنت وكتخسرو في الانترنت نفسيا ما كيكونش عندو نفس باكت. هذه هادي مهمه طبيعة الحال الناس اللي بغاو يجمعوا راس المال راه كاين بزاف الحوايج راه كنا قلناهم من الامثله انه يقدروا يديروا ديجيتال بروداكت تقدر تخدم فيه اما مساله التعليم وهذا انت خي دائما سير بجوج رجلين ما تمشيش تحط رجل ورجل ما هذا الا كان في ديك فعلاً تكون كره التعليم التعليم راه في اي وقت تقدر تقول لهم الله اعتقد اي وقت راه تقول لهم الله يعني تيسالك يعني. يعني داكشي في الانترنت التعليم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الوظيفه الكلاسيكيه راه ماشي انا ما كننصحش بها الناس ولا تنقول لكم لا وما ديروش الوظيفه لا راه الا كانت بالنسبه لك انت كبدايه مزيانه ديرها ديرها الناس راه في امريكان كيخدموا الناس ميريكان راه كيخدموا في ماكدونالد كيخدموا هذا ولكن كيكون تيخدم على حاجه اخرى هو كيدير هذيك الوظيفه غير باش غير باش يسر بها ويدير احنا عندنا واحد الفكر خاطئ للوظيفه في المغرب احنا عندنا المغاربه كيفكروا في الوظيفه مع الدوله لانه خاصو يضمن مع الدوله لانه خاصو يبقى مع الدوله هذا خطا في حد ذاته ملي كتخدم في الخوص مع الخواص راه ملي كتخدم مع الخواص راه في واحد يخدم مع الخواص وخايف غير يجري عليه لا انت كبدايه خدم سيدي الا كنتي محتاج للفلوس بغي من غدا تدخل الفلوس وعندك مثلا واحد ديبلوم لي اهلك انه من غدا تخدم خدم هذيك الوظيفه الكلاسيكيه ولكن الخطا راه ماشي انك تخدم فيها الخطا انك تفكر تبقى ديما فيها هنا اللي هو خطا وبالتالي انت ملي غادي تخدم ليا مثلا واحد خمس سنين ولا عشر سنين ولا حساب انت اللي مقناك على حساب الفلسفه ديالك في الحياه لان يعني ما يمكنش ليا انا نتدخل ونقول لك لا غتخدم هي واحد ثلاث سنين وقلب الا انت بالنسبه لك تتبان لك ان 10 سنين كافيه باش انك تخدم في الوظيفه ومن بعد غدير المشروع ديالك خدم اخويا في ديك الوظيفه عشر سنين وخوي البلاصه وخلي البلاصه لوحدين اخرين اللي هما محتاجين حتى هما يخدموا محتاجين يخدموا حتى هو هذاك غيخدم حتى واحد عامين ثلاث سنين علاش الوظائف شاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية علاش دابا تلقى لي زوخ ترافاي كاينين في برا بزاف لأن الناس كيخدم شوية في هاد الخدمة وكيزيد في حالو واحد كيخدم في ماكدونالدز 10 دولار الساعة راه ماشي حياته كاملة وتيخدم فيها 10 دولار الساعة وكذلك ومثال بالنسبة للمغاربة اللي كيهاجروا راه الناس اللي كيهاجروا حتى هما راه كاينين مغاربة كيمشي لماكدونالدز تيخدم ب 10 دولار الساعة كيبقى حياته كاملة هو تيخدم 10 دولار الساعة راه كاينين هاد المغاربة راه واخا مشا لبرا ولكن الفكر عنده فقير كيمشي تما كيخدم ب 20 دولار ساعه تيبقى حياته كامله هو تيخدم ب 20 دولار الساعه بالنسبه ليه هو 20 دولار الساعه راه مزيانه هذا فكر هذا الفكر ما كتلقاهش عند المراكنه ماشي كيخدم ب 20 دولار ساعه كيبقى هو خدام حياته كامله ب 20 دولار تيخدم 20 دولار تيمشي يدير شي حاجه تيدير دي بروجي ديالو تيدير بزنس ديالو هاد المساله هادي راها 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 مهمه بزاف ماشي عيب انك تخدم مع الدوله اولا انك دير التعليم كبدايه اولا تخدم في شركه كبدايه باش تعتق شويه لا سيتوياسيون ولكن العيب هو انك تكمل فيه والمجال ديال الانترنت راه تقدر انت وانت خدام مره مره الا عندك شي ساعتين ما كدير فيها والو تدخل تقرا ساليتي الخدمه تدخل تقرا السبت والحد عندك ما كدير فيهم والو تدخل تقرا الوقيته اللي كتمشي للقهوه ملي انت مثلا بغيتي تقري كتقري الدراري من 8 12 جو ما تنعرفش التوقيت صراحه ولكن كاين اللي تيقرا من 8 حتى 12 تيكون عندهم نص نهارات خاوين سير دير قرا يعني غتلقى راسك ان من هنا ثلاث سنين ربع سنين انه فعلا قدر غادي تولي غادي دير شي حاجه انا على يقين أنه من هنا ثلاث سنين غادي شي حاجه سو من هنا ثلاث سنين راه تكون التعليم خدمتي فيه غير واحد ثلاث سنين ومن بعد راك مشيتي في واحد الطريق اخر ومنها خويتي البلاصه لخوتك اللي يلاه حتى هما متخرجين وكيقلبوا على خدمه صراحه هذه هي هذه هي المايند سيت اللي خاصها تكون عندنا هذه هي المايند سيت اخويا انا فعلت الواتساب بواحد الرقم روسي افتراضي شريته من واحد السيت بغيت نسولك واش كاين شي مشكل من الناحيه الامنيه خصوصا اني لا املك الرقم هو صالح للاستعمال مره واحده فقط اخاف ان يتم استعماله قبل شخص اخر ويحصل على كل الدردشات والصور اخي الباك اب تتم على مستوى الايميل لا تتم على مستوى الرقم الهاتف يعني الصور والمسائل وغير ذلك فهي تكون عن طريق الباك الموجود مع الايميل هذا من ناحيه لكن المشكل الكبير هو أن هذه الدردشات يمكن للناس ان تدردش على اساس انها تدردش معك وهي في الحقيقه تدردش مع شخص اخر هذه الارقام اللي هي يعني نوعا ما تومبورير ف يعني تبقى فيها هذا النوع من المشاكل غير ذلك يعني الصور وما الى ذلك لا مشكله وعاده انت يعني الله يهديك وصافي سي يقول في الاي كوميرس واش الا كنا كنخدموا بدي برودوي دي ديال اون مارك واش سا ان بروبليم انا يعني عاد بادي أه الا كان تريد مارك وانت كتبيع فيها على حسب هذيك تريد مارك إذا كانت مثلا بحال زارا زارا راه كتبيع سلعتها هي ما من حقكش انت تعاود حيت خصك فرانشيز باش تعاود انت تبيع ملي كنهضروا مثلا على زار ولكن ملي كنهضروا مثلا على أه... سامسونج سامسونج ما تحتاجش فرانشيز سامسونج شري تليفونات وعاود فيهم البيع فهمتيني ملي كتهضر على منتوجات كتجي من الصين أه... ممكن تعاود فيها وتبيع ولكن اللي خصك تحضي معاه ان راه كاينين شي مغاربه كيديروا هذه اللعيبه كيتمشى ليه شي بروداكت اش كاينوض كاينوض يديروا تريد مارك هنا في المغرب اوكي ملي ت... تاتي تيقول لك صفتك للحبس ما تبيعش هذاك الشيء هذه تكون انت هي فراسك سايو كيقول خاي امين سدوا لي الباي بال اه جاوبناك اخويا العشره آه. حمزه العفاسي آه السلام عليكم استاذ رغيب ايها الرائع موفق فيما تفعل نفخر بك ايها الشاب طموح بارك الله فيك اخي حمزه نقطه صغيره كفك غضبا يحاولون استفزازك وانت تلبي طلبهم بكل اريحيه والله يا اخي مساله الغضب ما كيف كنت هذا الموسم جديد شكرا للجهاز العجيب <applause> لا صراحة أخي الكريم أعتقد أن أن ابتداء من أعتقد أنه من من السنة الماضية يعني تقريبا من مارس هذه السنة أو فبراير لم أعد يعني حتى من بعد عودتي لا يكون واضح يعني ابتداء من فبراير هذه السنة لم أعد يمكن ان لا اعتقد يمكن اعتقد زعما لا اعتقد جاوبت راسي <applause> لا صراحه اعتقد انه لم اعد كما كنت صراحه واش وشالخ... واش الخوت باقي كنتعصب ما بقيتش كنتعصب كما كنت ما بقيتش كنتعصب ياك ما بقيتش كنتعصب اه تيجيو يسبو أنا ما كنت نسوق لهم ولكن شكرا للجهاز العجيب صراحه ما بقيتش كنتعصب على الخوت أه لكن في المقابل روحك المرحة وخفة الدم وطبعا سر محبتنا لك بارك الله فيك يا حمزة أتمنى إن شاء الله أن المحبة تدوم طويلا وطويلا المهم سؤالي هو كالتالي هل يوجد تطبيق لاندرويد يقوم باسترجاع الفيديوهات والصور المحذوفه لاني قمت بفرمطه هاتفي ونسيت ان احتفظ ب الفرمطه غير الحذف لو كان الحذف ساقول لك قم بتحميل وتثبيت تطبيق اسمه ديسك جيجر على الاندرويد جرب سينفعك في النهاية سيقوم باسترجاع بعض الملفات قم كذلك باستخدام بعض برامج ولكن على العموم شوف ديسك, ديجر. ديسك ديجر. تطبيق على الاندرويد ولن اضمن لك انه سيقوم باسترجاع جميع الملفات والصور لانك قمت بفرمطه هنا ولكن ما ساضمن لك انه على الاقل سيسترجع بعض الصور ولكن هذا لا يعني هذا لا يعني اخواتي اخواتي ان الفرمطه تعني ان الصور لا ترجع لان هناك طرق متقدمه جدا وحتى في مجال التحقيق الجنائي الرقمي يمكن استرجاع هذه الصور والملفات أه لقد اخبرتك هل يوجد طريقه لاصلاح الفلاش ميموري من العطب وخلاصه أه سؤال ثاني قبل مده ليست بطوله قد اخبرتك هل يوجد طريقه لاصلاح الفلاشات الميموري من العطب والخلاصه والله نحبك بارك الله فيك اخي حمزه الفلاش اخي كريم اذا اذا تضررت يمكن استرجاع البيانات منها و نحن دائما نتحدث عن ان ناند ميموري اذا لم اخطئ التسميه ناند لا تعطيني ناند ميموري ناند نعم ناند ميموري نعم لم اخطئ هذا فرضا ان الناند ميموري لم يحصل لها عطل فاذا لم يحصل عطل على مستوى الناند ميموري يمكن بطبيعه الحال استرجاع هذه البيانات حيث يتم استخراج الناند ميموري سبق لي وشرحت ذلك يتم اخذ الناند ميموري وطرحها او وضعها في يو بي جديد يكون نفس الموديل ونفس الشكل لا تهم السعه ولكن فقط ان يكون نفس يعني الموديل تاخذ الناند ميموري من المعطوبه وتقوم بالصاقها في الجديده او في يعني في يعني في مكان ناند ميموري اليو اس بي التي تعمل وتستطيع استخراج او اعاده استعمال هذه الفلاشه واسترجاع هذه الملفات لكن اذا كان المشكل على مستوى الناند ميموري هنا لا يمكن استرجاع هذه الملفات نفس المساله بالنسبه للميموري كارد كذلك الميموري كارد يمكن استرجاع البيانات ولكن الطريقه تكون نوعا ما يعني فيها نوع من الهاردوير ويتم تمرير هذه الميموري كارد على مجموعه من المحاليل الكيميائيه حتى يظهر الخطاطه او السيركوي ومن بعد ذلك يتم الحام هذه النقاط او نطاق نقاط البرمجه او التست يعني باسلاك مع جهاز ومن هذا الجهاز يتم ربطه مع الحاسوب ومن الحاسوب يتم استخراج هذه البيانات يعني خطوه نوعا ما جد جد متقدمه وتحتاج منك صديقي مجموعه من المعارف لا سواء من ناحيه الهاردوير ولا كذلك من ناحيه السوفتوير ف... اعتقد انه فقط هذا الشرح البسيط يبدو معقدا فما بالك بالتدقيق بالنسبه السي طارق العربي يقول بسببك اخويا امين حياتي تبدلات بيس اند لوف الله يحفظك السي طارق وشكرا جزيلا على مرورك الكريم ونتمنى ان من شاء الله اننا والله الصراحة صراحه كنفرح بزاف ملي كنعرف ان بزاف الناس كيتبدلوا أه بصراحه الحال انا كنبقى غير تسخير من الله باش 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 ان بزاف الناس صراحه كي 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 كتبدل حياتهم ولكن كيعجبني نسمع هذا كيعجبني كي كنفرح انا نعرف ان آه كاين بزاف الناس اللي آه قدرنا اننا ولو بشكل بسيط اننا نفيدهم في حياتهم سي طه كيقول سام خويا انا بغيت نشكرك على المجهودات ديالك وخاصه الوقت اللي كتعطينا مرحبا السؤال آه ديالي واش نقدر تعطيني الادوات اللي كتستعمل في اليوتيوب جافا جي فيزو بروداكت كيف زعما في اللايف اللايف اخويا اي بروغرام تيدير اللايف تقدر تخدم به هذا الشيء كتهضر على شي نظرا الوقت ما قدرتش نهضر تهضر لهم على الفيديو اللي درتي شكرا نظرا ذاك الوقت ما قدرتش تهضر عليهم على اللانش جاكي راه لان جاكين هو لي... ما فهمتش السيطا السؤال الشق التاني من السؤال ديالك ما فهمتوش نظرا لضيق الوقت ما ما قدرتش راه هضرنا على لانش جاكين ما فهمتش السيطا صراحه ما فهمتش السيطا المهم الإجابة بعد لك تهضر على لانش جاكين دير باي لوجيسيال لايف سلام خويا امين وبطبيعه الحال التاكس والمسائل أه سلام خويا امين عندي الايفون اكس وبغيت نحاول الفوتو لي فيديو اللي عندي في البيسي الايفون واش كاينه شي طريقه من غير الاي كلاود حيت هو كيشد الوقت طويل في الابلود أه في البيسي ما عندكش ماك أه بيسي ما عندكش ماك أه ما عارفش. صراحة الصراحه الطريقه ما عرفتش انا كنخدم بلي ماك سو ماك عادي فوتو بقته تهز تحط أه في البيسي في أه الصراحة غادي تخليني نقلب ليك نشوف ليك واش كاين شي حاجه كتخدم بحال بنفس الطريقه في البيسي لانه ما عنديش بيسي بغي يحول التصاور من الايفون من البيسي للايفون لايفون ودابا حنا في هنا عندنا واحد الفوتو كدير دراغ اند دروب شوف انا كاين شوف لا عارف شي حاجه الوغ عندنا عندنا من البيسي للايفون الايفون فوتوز ها هو تيشوف لك هو تيتفكر شي لعيبه لا أه نبيل شوف هذا أطلق... انا بكسر والله يا ودي شكون اللي ما تيعرفاش السي زوبير كيقول سام امين انا عندي 16 عام بغيت اولا نشكرك حيت اثرتي فيا بزاف وبدلتي حياتي الى الحسن الله يودي مرحبا السي زوبير سؤالي هو منين نبدا اسميتو شير دروب, شير دروب. غتخدم تخدم بو... تخدم في البي سي هذاك اه كنت تا درويد اه راه انا والله العظيم الا خاصني العصا تنقسم لك بالله العلي العظيم الا خاصني العصا واللوجيسيال كنعرفو كاين و... ده... واحد سميتو المهم أنا نعطيك ديالي كاين واحد سميتو درويد آه درويد كتانسطالي واحد في البي سي وواحد في التليفون وكتهز تصاوب صغ... لا الأيفون ما واش كاين في الآش آش إير درويد <applause> بلاتي بلاتي يعني أنا نشوف لك إلا كاين في الآيفون ونعطيك حتى هذاك المهم أنا نعطي هذا بعد هذا راه إير درويد سميتو إير آه درويد أنشوف واش كاين أه كاين زهرك زوين كاين هذا ها هو نوريه لك سميتو اير درويد ما عرفتش يبان ولا لا المهم هذا خصو دير اير درويد يبان لك هذا كاين هذا وتتعنصل الاخر في البيسي الاخر سميتو شير دروب شير دروب نشوف واش كاين في نت اه تي ابلودي وهذا راه ثقيل راه هو عنده الاي كلاود لوكالي لوكالي المهم انا انا شوف انا ما جربتش هذا آه الشير دروب كاين شير كاين اير دروب هذا مجربو 100% غيخدم لك اسمح لي اخويا حيت راه حتى انا كننسى كاين هذا وكاين هذا الشير دروب هذا ما عرفتوش سميتو شير دروب ما, ما كاينش في الايفون هذا آه المهم هذا الاخر لابليكاسيون في الايفون كاين البي سي اي كتهز وتحط تيولي كيخدم كي بحال اير دروب عرفتي البلانت الاير دروب بحال هذا آه بالنسبه للاخ اللي طرح لنا السؤال هذا شكون هذا اللي كيحط يعني الخوت راه الاسئله كطرحوا في الشاط راه كنجاوب انا على اللايف راه مكتوب شوف الخوت الله يرضى عليك واش كتشوفوا اللايف راه الاسئله مكتوبين في لايف دات شي بروفيشنال دات كوم راه الاسئله كتحطوا هنايا راه ما كنشوفهم كاين واحد قال لك الاخ فايل دروب حتى هو المهم انا اير دروب راه خدام بيت خمسة على خمسة شكون واضح الا بغيتي تهاكي شركه جوجل غتمشي لكتب جوجل وتكتب هاو تو هاك جوجل صافي راه غتلقى المنتديات وتبع داكشي اللي تيقولوا لك اخي السلام اخويا دابا انا عندي خدمتي سلام خويا امين انا دابا غادي في خدمتي ولكن أه بلاتي بلاتي اش يعني من أه بلاتي باقي ما وصلتكش اه لا الاخ بعدا الزبير أه, آه سؤالي هو منين نبدا الا بغيت نتعلم تسيير الشبكات شي غتبدا بالسي سي ان ا سي سي ان ا سي سي ان ا كتبها لك في الشات غتدخل تاخذ ليا هاد الكورس سي سي ان ا سؤال اخر كيقول كي ادم زوينه سميتك اخويا ادم الله الا زوين الا ولا شي وليد ان شاء الله نسميه ادم سلام خويا امين انا دابا غادي في خدمتي ولكن كنتفرج فر... تفرج كورس انجليزي وما كنفهم والو ودابا عام وانا كنتعلم الانجليزيه كان كاين نهار ساعه ولكن كل نهار ساعه ولكن عندي هاد المشكل ديال الكورسات ما الحل واش نزيد ساعات في تعلم الانجليزيه عندك انت مس... م... 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 مشكل على مستوى السماع ما تسمعش مزيان خويا انا كنصحك بالنيتفليكس إلا كان ممكن دير اشتراك نيتفليكس كنصحك به لأن نيتفليكس أخويا كتولي كتفرج في فلان. أنا راه ثاني عندي هذه المشكلة السمع باش نكون معكم واضح حيت لونجلي راه ما راه را الناس عايشين في امريكان وعندهم مشكل مغاربة صحابي آه باش نكونوا واضحين راه ماشي عيب أنك تسمع وما كتفهمش راه عندنا الدراري أنا كنعرف الدراري صحابي خمس سنين وست سنين تيقول لك إيه, إيه إيه عندنا مشكلة السمع آه باش نكونوا واضحين راه را ماشي ماشي ماشي, ماشي مشكلات <applause> متشابهات واه عندهم داكشي اه متشابهات بزاف <applause> مثلا واتر اه يعني انا نشوف النصيحه باش تجاوز هذه المشكله باش تجاوز هذه المشكله أخويا باش تزوجوا. باش تجوز هذه المشكله اخي الكريم كنصحك بهذه المساله هذه وهي انه حاول تبدا تطلق النتفليكس طلق النتفليكس ودير سابتايتل ان انجلش باش تطلق ودنيك ودنيك تتبدا تطلق تتولي كتعرف داكشي اللي تيقول هذاك السيد كتولي تشوفهم قري واحد الوقيته تتولي غير كتسمعها كتفهمها هذا هذه هي نصيحتي لك اخويا هذه زعما هذه من لا ميثود اللي خدمت بها شخصيا وتطري فورميت بالجهد يعني وليت كنسمع بنادم كنفهم ااا والتال دابا راه واخا زعما كنسمع بلا كان الا لقيت اوبسيون كابشن كنديرها باش نكون معاكم واضح سو so, هاد أه هدل 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 مسألة السماع ضروري انك طيب ماشي تنقول لك دابا بنتا... انت لان السطاج ديال ماشي انك تطلق دير الترجمه بالعربيه حيت نتفليكس اللي حاجه زوينه فيه الصوت تطلقها فيه مزيان نقي بالجهد يعني تسمع مزيان سو طلق نتفليكس ودير الكابشن ماشي بالعربيه خصك ديرو ان انجلش باش تولي كتسمع وتفهم آه ونفعتني هذه اللعيبه مزيان حتى في لي بودكاست كنقدر نسمع لي بودكاست كنفهم مزيان اش يتقال يعني لانه تطلقات ودني بزاف والطريقه باش تلقطها شخصيا هذه هي باش تلقطها بالنتفليكس الله يرحم ليه الوالدين فهاد النهار راه غير الامريكان نيكليش اخويا غيهضر معاك اي نهضر معاك نيكر راه ماشي هو غيهضر معاك واحد اللي ماشي نيكر اه يا اخويا النيكر راه نيجر نيكر راه يمحنك نيكر ما نهضر أدر باش يهضروا لي نيكر ماشي هي باش كيهضروا الاخرين سو so... ما خصناش نقولوا نيكر ان وورد الله بلغوا على هذا الفيديو سدوا عليا بصحك <applause> <applause> اه ان ورد ما خصكش ديرها المهم ماشي مشكل مخالفه وحده ما كتحيدش اللايف ولا غنسالي نسد هذا اللايف ذا ان ورد او ماي جاد او مستر زكريا او ان ورد او ماي جاد زعما راني وطلقها وطلقها شي الله يرضى عليك وورد oh, او oh ماي جاد زعما راه زعما راه خونا فهمتي حاضر آه... آه... <applause> <applause> ناري هاد لم... عرفتي انتما المغاربه والله الا خطير وحق الله تيبغي دغيا يتجامبي على شي حاجه باش يبان واعر دابا خونا دغيا قال لك ان وورد oh او ماي جاد زعما انا راه واعر في لونجلي يعني فهمتي بغي يقولها للناس سي زكريا ويقول لك رانا واعر سيدي راه انت واعر في الانجلي يا او ماي جاد زعما زعما اه ناري زعما راه قال شي حاجه واعره تتكون قالت حتى ناري او ماي جاد اي او ماي جاد لا غنخلي هذا الفيديو هذا غير سدو اخويا والله العظيم هذا اللايف هاي سدو سدو سيرو بلاغ ودير ان وورد يلا أه واش لا أه واش باقي باقي الناس في <applause> البيرو أه الو سيدي هذا هو الحل اخويا ادم الو غنمشيو السي علي كيقول واش الترافيك تيجي بوحدو المدونه الاجنبيه الا احترمت معايير السيو بغض النظر على المده واه بطبيعه الحال على علاش نديرو السيو راه تنديرو السيو باش يجي الترافيك بوحدو وليش الايميلات اللي اشتركت عندي في المدونه ما تلقاوهاش في في اليودوبورون في دوبورن دو في دبور خويا هاد الكلمه هادي شويه في شكل ما بغيتش نطقها في شكل آه علاش الايميلات اللي اشتركت بي... اللي اشتركت عندي في المدونه ما تلقاهمش في د... في دبور في دبور هادو بلا صافي خويا ما فهمتش هادشي هاد القطه الاخرى ما فهمتهاش المهم الترافيك راه تدير هذا باش يجيك الترافيك الراسو دور آآآ آه نبيل سلام أخويا أمين الله ينورك متابعك من 2013 كملت كنستفد منك بزاف الله يحميك الوالدين الله يحفظك السي نبيل وشكرا جزيلا على مرورك الكريم بارك الله فيك آه حسين كيقول آه سلام أخويا أمين عافاك بغيت نخلص فيسبوك وجوجل وسالت لي الدوطاسيون وحتى الشركة عطى 60000 درهم وحتى هي يت... كدا تسدات آه... ومنين مشيت للبنكة قالوا لي آه جيب فاكتور من فيسبوك وجوجل وما عرفت كيفاش نجيب الفاكتور وانت عطوش فاكتوره هادو تعطوك غير هذيك اللعبه اللي خلصتي بها فاكتوره جوجل ولاش بغاو هما الفاكتوره شوف كاينه واحد الطريقه اللي كيديروا الناس واخا صراحه الله انتم راه هذه الاجوبه كنديرها عشان نهار تصيفطوني للحبس كيديروا شوف دوك الناس الخايبين الناس اللي شوف الناس اللي ما عندهمش ضمير دوك الناس الخايبين كيبداو يشريو الصولد فهمتي كيديروا بايونير وكيبدا يشري الصولد في النوار هذه الطريقه راه غير قانونيه ولكن راه كيديروها الناس فهمتي انا ما كنصحكش ديرها ما كنصحكش ولكن راه كيشريو الناس الصولد كيشريوه من الاسواق تيشريه من هذا الشيء اللي كيديروا الناس ملي كي ملي كي هذا هذا الظاهره كاينه في المغرب للاسف وحنا حنا نندد بها حنا ما تنشجعوكمش انكم ديروها وانا ما كنشجعكش ولكن الناس راه تيديروا كونت بايونير وكيمشيو يشريو الصول من بايونر، هذا الشيء اللي كيديروا الناس باد آه جايس كريم خويا امير بغيت شي تطبيق نربح منه غير دولار يكون صادق راه عييت ما نقلب كلشي نصاب بغيت نربح غير دولار وراه خويا انت باغي سيتو تربح منه دولار شوف اخويا كاين 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 كنت هضرت على اليوزر, اليوزر تيستين تقدر تخدم به يعني كتستي لي سيت ويب وهذا وطنطان وكتخلصوك في الساعه أه ما عجبكش هذا الشيء سير دير اخويا دير اخويا ديجيتال برودكت وهني راسك السلام عليكم أه ندوزو سؤال اخر مساء الخير اخويا امين درت شحال من شين في يوتيوب ميم اللي كنقلب عليها في الروشيرش ما كطلعش ليا في الليست وحتى الفيديوهات ما كيطلعوش في الرو... وا دير اخويا الطاكس دير دير الا كنت انت مستهدف المغاربه الفيديو يكون فيه الطاق انه في موروكو العنوان يكون عاد قلب وزيدون راه خص يكون عندك واحد النسبه عندك زيرو فيو راه ما يطلعش أه كيفاش نستافد منها عندي قناه فيها 2006 من 2006 كيفاش نستافد منها يعني واش نقدر يكون فيها شي حاجه زايجه لا لا بحال, لا بحال 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 أه ا زعما خويا امير رغيب واش كاينه شي طريقه نحيد بها المود باس ديال شي بي دي اف أه كاينين دي سيت قلب عليه راه كاينين دي سيت في المدونات المحترف هضرنا عليهم اللي كيديروا هذه المساله هذه أه حذف باسورد البي دي اف المهم اخويا كاينين مقالات في المدونه قلب شويه في الريسيرش وراه غادي تلقاهم أه سي الله كيقول كي أه سلام خويا من بغيت نسولك عفاك كيفاش كيخدم كي مبدا عمل التصحيح الامتحانات على شكل كوسي ام وهل يمكن اختراقها ومعرفه الجواب انطلاقا من تلك المربعات الموجوده في ورقه الامتحان اذا كان الامتحان اونلاين بطبيعه الحال التصحيح أه راه ديجا كيكون اللي كيتعطى الكيو سي ام راه معطي السيستم واش هذاك صحيح ولا والله خطا جاوبتي راه صحيح ما جاوبتيش راه خطا يعني السيستم راسه كيعرفها تتكون مبرمج أه واش يمكن الاختراق اي حاجه قابله للاختراق ما كاينش شي حاجه اللي مستحيل أه وسير تقرا مسخوت الواليدي سير تقرا سير تقرا قرا مسخوت الواليدي اه وانت لا من تلك المربعات الموجوده على ورق اه تطبعوا لكم انتم الورقه آه تيدير لكم كيسيان انت تقرا في البريفي نتاعك آه لا خصك تخترق البيسي ديال الاستاذ ديالك جيب ليه شي مصحف ولا شي حاجه في USB ودير ليه فيه شي تروجان من تما من تطلقوا تما الكوميساريه أجيب الاستاذ ديالك شي مصحف جيب ليه جيب ليه شي شي البوم ديال شي صور ديروا ليه شي اس بي ليه شي طروجان تما دخل للبيسي شوف الامتحانات ومن بعد اخي الكريم تبرع ليا مع راسك راه كاين التروجانات اللي موجوده في الاسواق كاينه بيفروس كاينه بيفروس هي اللي صراحه كاينه بوازن اي في قديم شويه انايا أه أو... تقول لي مثلا تجي تقول لي استاذي العزيز لقد اخترت لك مختارات دينيه اتمنى ان تعجبك واعطيه داك اليو اس بي يخشيه في اس بي السلام عليكم ورحمه الله غيطلع لك النو اي no بي اي ديالك ترين فيكتيم جديد دخلنا مع دي تصفح الكيو سي ام تصفح التصاور ديالو لقيتي شي حاجه ماشي هي هذيك راه عندك كاع مساله اخرى انك تدخل معاه في نقاشات استاذ شي تصاور وصلوني عليك شي حاجه زعما لا تدل على انك استاذ تربيه اسلاميه ما علاقتك يا استاذي بالتربيه الاسلاميه شتك يا استاذ تدخل ليومياتي بزاف عرفتي شحال من تشوفها كتشوفها في النار استاذي العزيز وغدير معنا شي حاجه في الامتحان الجاي شوف يا استاذ ما غنجيش انا للامتحان 18 ديالي كاينه ياك استاذ واو استاذ تنعتقد ان الميساجات ديالك محال المدام ديالك تكون فرحانه بداك اللي صيفطتيه في الميسنجر هاد ليامات <applause> وهنا العام سيدي غادي تمشي لواحد المستوى بعيد اللي يقدر بطبيعه الحال يدي بك الى القطبان وانا ما كنصحكش بهذا دا... الشيء نعم سيدي انت استاذي العظيم فتي مستوى ديال الثلاجات واللي كتفرج في الفريكويات استاذ <applause> ما خليتي الفريقو ما تفرجتي فيه <applause> آه،, آه،, اه تيجي المخرج اذا المخرج سيمو كيجي كي وكيقول لنا بان راه وصلنا لنهايه هذا البث المباشر <applause> آه، تنشر الجريمه وحنا تنضحكوا بطبيعه الحال واش تنشروا الجريمه؟ صو حنا في, في اطار اننا كنضحكوا واضافه الروح المرحه الروح المرحه لهذا البث المباشر اذا شكرا جزيلا على متابعتكم نلقاكم غدا ان شاء الله ابتداء من الساعه السادسه ونص توقيت السادسه ونص المغرب السابعه